الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. نجدد لكم اللقاء والتحية من جديد ضمن السباق المحلي الثامن في فترته الثانية مع انطلاقات سن الكبار في هذا الصباح الجميل والمميز. ينطلق مشاهدينا متابعينا الكرام على بركة الله وتوفيقه الشوط الأول الخاص بفئة السودانيات بحضور هذه الشعارات الكبيرة وحضور هذه الأسماء المشاركة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. نسير مع هذه الأسماء، نسير مع هذه الشعارات الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط الحاضرة في هذا المسار المميز ضمن الشوط الأول الرئيسي الخاص بفئة السودانيات الابكار. نسير مباشرة مع الصدارة، مع المركز الأول، أول الأسماء المفتتحة للنداء والإذاعة. هنا جولة بشعار بن جرحب، من تقود الأسماء والتحديات الأولى علي بن محمد بن صالح بن جرحب، من يقدم لنا شعاره وتحدياته المبتكر هناك مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني نتابع الوصول من عزامة، راشد بن حمد بن راشد المريزيك، من يقدم لنا شعاره وتحدياته مع المركز الثاني. ثالث المراكز ناخذ هنا من تصل مع المركز الثالث، وصول وتقدم من جيلان، يصل شعار خميس بن محمد بن خميس المريخي حاضر بتحدياته وانطلاقته المميزة من خلال تقدمه، أيضا تقدم جيلان بهذا الانطلاق والمسار المميز. المركز الرابع وصول وقدوم من نجلة، أحمد بن محمد بن فهد الخاطر، من يقدم لنا نجلة مع المركز الرابع. والمركز الخامس وصول وتقدم في هذا الانطلاق من تصل مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل انذار، حمد بن سعيد بن بجاد الهاجري، من يصل مقدما لنا شعاره وتحدياته في هذا الانطلاق والمسار المميز. هكذا هي الأسماء المتقدمة الأولى في مسار وتحديات هذا الشوط مشاهدينا متابعين الكرام. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى الحاضرة في هذا المسار ضمن نداء الأول للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. نعود هناك مع الصدارة، مع المركز الأول، مع شعار بن جرحب، من يقدم لانطلاقة جولة مع صدارة الشوط، مع المركز الأول علي بن محمد بن صالح بن جرحب، من يقدم لنا شعاره وتحدياته هنا مع انطلاقة جولة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني نتابع التقدم والوصول من شعار المريزيك، من يقدم لنا شعاره مع انطلاقة عزامة، راشد بن حمد بن راشد آل مريزيك مع المركز الثاني. المركز الثالث وصول من جيلان، خميس بن محمد بن خميس المريخي، من يقدم لنا شعاره، شعار ممثل هل الروضة الدائم، هنا يحضر مقدما لنا أيضا انطلاقة جيلان مع المركز الثالث. والمركز الرابع هنا من تصل أيضا مع رابع التحديات مشاهدينا متابعين الكرام، وصول من نجلة، أحمد بن محمد بن فهد الخاطر، من يقدم لنا نجلة مع المركز الرابع. والمركز الخامس من تصل هنا مفيدة، ومرحبا بمفيدة بشعار أيضا هنا العطية، من يقدم الانطلاقة مفيدة، خالد بن محمد بن خالد العطية، من يحضر أيضا من خلاله تواجد مفيدة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات مشاهدينا متابعين الكرام، عشاق الأصالة، محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة. نداءنا الثاني للخمسة المراكز الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. يا سلام، ولكن نعود هناك مع الصدارة، نعود مع المركز الأول مع صدارة الشوط، شعار المبتكر، من يقدم لنا جولة بتحدياتها المميزة والجميلة، من تنطلق وتقود الأسماء بشعار علي بن محمد بن صالح بن جرحب، هنا أيضا يحضر مقدما لنا شعاره وانطلاقة جولة مع صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني
نتابع الوصول والتقدم من عزامة راشد بن حمد بن راشد المريزيق، من يقدم لنا عزامة مع ثاني التحديات بشعارها المميز والجميل مع المركز الثاني والمركز الثالث. تتقدم هنا جيلان بشعار خميس بن محمد بن خميس المريخي، حاضر في هذا الانطلاق والمسهار المميز، شعار المريخي شعار ممثل هالروضة راشد في هذا المسهار، يحضر أيضا من خلال تقدم جيلان مع المركز الثالث والمركز الرابع. الوصول والتقدم هنا أيضا من مفيدة القادمة في هذا المسار، خالد بن محمد بن خالد العطية من يقدم لنا شعاره وتحدياته هنا في هذا الانطلاق، شعار المشاغب الحاضر في هذا المسار المميز والجميل. والمركز الخامس الوصول والقدوم مشاهدين الكرام، من تصل هنا ذوق، يصل شعار زيد بن أحمد بن زيد الشريف مقدم لنا ذوق في هذا المسار المميز والجميل. تجاوزنا 4 كيلومترات مشاهدينا متابعين الكرام، انتصاف المسافة، يتبقى لنا 4 كيلومترات أيضا سوف تكون حاضرة فيها المنافسة الكبيرة في هذا الانطلاق والمسار المميز. والقيادة هناك مع جولة، من تقود الأسماء بشعار بن جرحب هنا مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، علي بن محمد بن صالح بن جرحب من يقدم لنا جولة بشعارها المميز مع البداية مع صدارة هذا الشوط مع المركز الأول. بينما المركز الثاني نتابع هنا عزامة راشد بن حمد بن راشد البريزيك، من يقدم لنا أيضا انطلاقة عزامة مع ثاني التحديات والمركز الثالث. الوصول والتقدم في هذه اللحظات من جيلان خميس بن محمد بن خميس المريخي، حاضر بشعاره المميز هنا مع المركز الثالث. المركز الرابع القدوم والوصول من مفيدة، خالد بن محمد بن خالد العطية من يقدم لنا مفيدة مع المركز الرابع والمركز الخامس. ذوق هنا أيضا في هذا الانطلاق، تتقدم بشعار زيد بن أحمد بن زيد آل زيد الشريف القادم والحاضر في هذا المسار من خلال تقدم ذوق مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء إذن مشاهدينا متابعين الكرام، ولكن هنا أسماء أيضا حاضرة خلف الخمسة المراكز الأولى وعمق الميدان. وهنا نقطة مميزة من عدسة قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث ووقائع السباق المحلي الثامن في فترته الثانية مع انطلاقات سن الكبار ومسافة 8 كيلومترات، ودائما يحلو الرقص مع الكبار مشاهدينا متابعين الكرام خلال حضور هذه الأسماء والشعارات الكبيرة الحاضرة والباحثة عن تسجيل نقطة مميزة في هذا السباق. نعود هناك مع الصدارة مع المركز الأول، هنا من تقود الأسماء جولة بشعار بن جرحب، لا تزال هي من تتربع على عرش الصدارة من خلال أيضا تقدمها المميز والجميل بشعار أيضا علي بن محمد بن صالح بن جرحب بمتابعة المبتكر حمد بن علي بن جرحب، من يتابع أيضا ويراقب جولة في هذا المسار المميز والجميل من خلال تقدمها المميز هنا مع صدارة الشوط. بينما شعار بن مريزيق الحاضر مع عزامة مع ثاني التحديات، راشد بن حمد بن راشد آل مريزيق القادم والحاضر من غير في هذا المسار هنا مع البداية مع صدارة هذا الشوط والمركز الثالث. الوصول والتقدم من جيلان خميس بن محمد بن خميس المريخي، أيضا مقدما لنا شعاره وتحدياته المميزة من خلال تقدم جيلان مع المركز الثالث والمركز الرابع. مفيدة القادمة والحاضرة في هذا المسار المميز، تتقدم بشعار خالد بن محمد بن خالد العطية مع المركز الرابع والمركز الخامس. هنا الوصول والتقدم من ذوق زيد بن أحمد بن زيد الشريف الحاضر أيضا في هذا المسار من خلال تقدم ذوق في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل مشاهدينا متابعين الكرام. يا سلام على هذه الأسماء الحاضرة والمشاركة في هذا المسار المميز. كيلو وين متر، ما تفصلنا عن نهاية هذا الشوط، ما تفصلنا عن الناموس وعن الانتصار. والقيادة هناك مع عزامة في هذا المسار المميز، من تقود الأسماء، تقود التحديات الأولى في هذا الانطلاق الرائع والجميل. يا سلام يا سلام يا عزامة بشعار راشد بن حمد بن راشد آل مريزيق، من يقدم لنا شعاره وتحدياته الأولى هنا في هذا الانطلاق الرائع والجميل. بينما أتابع جولة بشعار بن جرحب هنا، من تتقدم مع ثاني التحديات لعلي بن محمد بن صالح بن جرحب مع المركز الثاني والمركز الثالث. الوصول والقدوم من مفيدة،
خالد بن محمد بن خالد العطية من يقدم لنا مفيدة هنا في هذا الانطلاق والمسار المميز والمركز الرابع. جيلان بشعار أيضا المريخي الحاضرة هنا خميس بن محمد بن خميس المريخي من يقدم لنا جيلان، ولكن وصول وتقدم من ذوق زيد بن أحمد بن زيد آل زيد الشريف وصل شعار أيضا شعار أبو شريدة يتقدم في هذا المسار مقدما لنا شعاره وتحدياته مع سمرقند صالح بن حمد بن صالح أبو شريدة. هكذا هي الأسماء، هكذا هي التحديات، ولكن عوده مع الصدارة، عوده مع المركز الأول مع جولة من جرحب، من تقود الأسماء، تقود التحديات الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام. يا سلام، شوف هذا الأداء المميز، بوابة الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير يا مضمرين يا متابعين. بن جرحب بن جرحب من يقدم لنا جولة، يقدم لنا جولة بتحدياتها المميزة والجميلة مع الصدارة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني القادم في هذا المسار هنا تتقدم عزام راشد بن حمد بن راشد آل مريزيق، والمركز الثالث مفيدة قادمة بشعار أيضا المشاغب شعار خالد بن حمد بن خالد العطية في هذا الانطلاق والمسار المميز. ولكن البداية مع جولة 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 في آخر جولة في هذا المسار في هذا الانطلاق والمسار المميز مشاهدين الكرام. الله يا سلام، جولة هنا مع البداية بشعار المبتكر شعار بن جرحب من يقدم لنا جولة الخمسمائة متر النهائية والخطيرة عصا تفل بطان ما قالها شيء المبتكر في هذا المسار، دفع تلقائي وذاتي ولكن صدرت الأوامر هنا مع الأمتار الأخيرة. ما شاء الله على هذا العرض المميز والجميل، مفيدة قادمة مع المركز الثاني بشعار أيضا خالد بن محمد بن خالد العطية، ولكن خلاص الناموس مع جولة، ناموس الشوط الأول الرئيسي لفئات السودانيات يذهب مع جولة مع شعار المبتكر. هنا من يقدم لنا جولة بمتابعة حمد بن علي بن جرحب، مشكور يا أبو علي واسعد الله صباحك على هذا الفوز هو الانتصار. سلام يا جولة، سلام سلام يا المبتكر، اسعد الله صباحك على هذا الفوز هو الانتصار. المركز الثاني وصلت مفيدة خالد بن حمد بن خالد العطية المركز الثالث، كان الوصول أيضا من عزام راشد بن حمد بن راشد آل مريزيق المركز الرابع، وصلت جيلان خميس بن محمد بن خميس آل مريخي، والمركز الخامس كان الوصول من ذوق زيد بن أحمد بن زيد الشريف. هكذا مشاهدين الكرام تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت جولة بحضور الكبار لتقدم لنا هذا المستوى الراقي في هذا المسار المميز والجميل. تهانينا والناموس للمبتكر أيضا وأخوانا على هذا الفوز والانتصار. تابعنا جولة من حضرت بحضور الكبار، توقيت الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية مشاهدينا متابعين الكرام، كان الحضور المميز من شعار المبتكر مع جولة 13 دقيقة 4 ثواني 84 لجزء من الثاني. تهانينا والناموس لعلي بن محمد بن صالح بن جرحب، وأيضا من جرحب وتهنية لحمد بن علي بن جرحب من قدم لنا جولة. تهانينا والناموس المركز الثاني، وصلت مفيدة أيضا لما قصرت في هذا الشوط، توقيتها الزمني 13 دقيقة 5 ثواني 66 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لخالد بن محمد بن خالد العطية المركز الثالث، كان الوصول من عزامة، توقيتها الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام التوقيت الزمني مع أيضا عزامة من حضرت مع المركز الثالث، كان التوقيت الزمني 13 دقيقة 15 ثانية 48 جزء من الثاني. تهانينا والناموس لراشد بن محمد بن راشد آل مريزيق المري.